شهر الاختبارات ان نقدر عليها ان شاء الله. الله يعيننا عليها وكلها توفيق من الله سبحانه وتعالى. في شوية خوف من الاختبارات، اتوقع رح يكون فيها نوع من الصعوبة يعني، لانه اتوقع الموسم هذا في شدة في اختيار الشعراء، فانا متوقع يكون تواجهنا شوية صعوبة، لكن الحمد لله ان شاء الله اننا جاهزين ومتوكلين على الله، واملنا كبير يعني بالتأهل. بعد الانطلاقة الجيدة لليوم الثاني، جاء الشاذ للعجب بمشاركة مميزة مقارنة بمعانا أحمد البدو في بعض الاختبارات. أقول للطيب درب وللردى عشرة دروب، ووقتك لطوف زلة ما سهجها، سب الجمر في غير حزه يا محبوب، والمقبل الضيفان لأبواب فجها، ينشيت ولا فضرب الخمر بجيوب، ورجلك علامة سجها اللاش سجها، اللي ما هو لا حسبة والقوم محسوب، واللي يموت همته ما سراجها. صباح الخير يا بعض الأماني، من أحلامي إلى حد الحقيقة، أنا باقي هنا عند المواني، أدور للفرح درب وطريقة، هنا وحدي وسولف للثواني، وأخون الثانية لأجل الدقيقة، أنا مهما قسى فيني زماني، ولو عاقت بي جروح عتيقة، هبرسم للأمل درب التفاني، وعيش بواقعي لو ما أطيقة. في عام 761 ألف صدر مرسوم للحاكم ذياب، برج مهوب اسمنت مبني من طين، تعاقبته شيوخ مهيب تنعاب، كان النواة الديرة تفرح العين، لا منها لدت لها عند الأبواب، واليوم صار البرج حصن به تزين، وحدة بلاد ما هي فرقة وأحزاب، شعب مضيع ما بنوها السلاطين، أنا أشهد أنه شعب لطيب كساب. يقول الحصن شمس ما تبدل شروقها، شعاع مجد ما يدني غروبها، بأفعال شعب حبهم ما خبا، وشموخ طالت وشيوخ طالت بالمعالي سموها، أرض بها ماء يشابه بعذبته، قلوب ناس ما تخبى جذورها، طيب وفعل مجد وعزم باين، لو تكتب سطور كثيرة تخونها. العجب السؤال عجب، المعلومات هذه كانت مسبقة عندك ولا من المشهد أنت رأيتها؟ لا لا من المشهد، أنا الحصن سامع فيه، لكن التوارير يعني على كذا ما نعذر زملائك. يقول لا عاد مال الرجل راي يدله، ياخذ من أشوار الرجال دليل. لا عاد مال الرجل راي يدله، ياخذ من أشوار الرجال دليل، والوقت ما يمدي الفكر يسله، يبدي معاني والأمل به قليل. بس بيت واحد. لا عاد مال الرجل راي يدله، ياخذ من أشوار الرجال دليل، أقول لو كان رايك يا ولد عبد الله وافي، فلا تصبح علي بخيل، عطني من الشورى يعله عله، ألقى من الخير المسمى سيل. شكرا، تفضل. رغم تميز أصحاب البطاقات الذهبية، إلا أن البعض لم يتمكن من الوصول إلى المستوى العالي من المنافسة الذي قدمه الكثير من الشعراء. الله على القصر وحصونه وباب الأمير، قصر الحصن مزبن الضايق وملجر كاب، يا برج جابر وشخبوط الوفا والضمير، موروث شعب تعلى فوق روس الهضاب، هذا الشموخ الحقيقي والمقام الكبير، حضارة بثرة وامجادها بالسحاب، دام خليفة بخير الكل عايش بخير، تباشروا بالسعادة يا عزاز الجناح. ايش العلاقة بين كلام هذا وخصب خصم؟ قول انا ماني على خبرك تجي وتحرك شعوري، قتلت اجمل شعور بغيبتك يا مطولة الغيبة. يقول خلاص اليوم ما يمدي اشوف الصح بحضوري، مدام ان الغياب ارسل حضوري في عذاريبة، تعال او لا تجي كيفك. عبد الله. الكرم عند العرب ينعرف ما بين ناس، مثل ما اهل الامارة غدا فيهم نجم. بيت واحد.
مانع العجمي أحد أصحاب البطاقات الذهبية، كان أفضل حالا أمام هلهل الشمري الذي تميز بالجولة، لكنه تعثر تماما في الارتجال. أنا إلى سامرت ناري ومركاي في مجلس النار تزايد مشبه، يا بعد نوم العين لا طال مسراي، وصغر همومي عن منامي ينبه، وصليت لله ركعتين ودعواي دعوة فقير يرتجي عفو ربه، اكرم يرى عالشاي لا تصب لي شاي، واسلم وصب الكيف يلي تصبه، صمتي بعض الأحيان اكرم يرى عالشاي لا تصب لي شاي، واسلم وصب الكيف يلي تصبه، صمتي بعض الأحيان يعطيني الراي، واشوف غلطات العرب وتنبه، مثل الجميل اللي يجيني من أعداي عكس الجميل اللي يجي من اللي أحبه، بس البلا لا جل خطأ من دناياي ولا جميل من عدوي مسبه، البارحة غنيت ما هو من أقصاي ولا هو بحب الشعر قشرها ولبه، لكن ذوده يوم تارد على ماي، ميراد ذود بالضمى مستشبه، تامن بس على مرباعها في حناياي، وترتع برض الفكر لأنها تربه. سلامتك. شفني مع الموجود ماني موجود، دون الوجيه السود صكيت بابي، حذفت لي صفحة كالأطرافها الدود، ما نقصت كثر الورق في كتابي، أكلت لي لقمة من الشاي بالعود، تعلقت ما بين ضرسي ونابي، تقودني الدنيا على النايفة قود، واسرع ونسأل ليه طول غيابي، تقودني الدنيا على النايفة قود، واسرع ونسأل ليه طول غيابي، يا ليل ستر العبد وش نقص الزود، ومن غير مسحب ليه ينقص حسابي. الفيديو بصيت الفيديو عمار، يا قصر الحصن والسلاطين اللي توحدها ما شتت شعبها، بس بيت واحد. مرحب. سلام مني للدروع الحصينة، يمنى بنتها من السنين القديمة، أهل الوفاء وأهل الفعول الثمينة، قصر تحت ظله وفود مقيمة، رمز الوقفات الرجال المتينة. انتهى الوقت. ربع ساعة، أحد قدركم يكمل على أربع أبيات؟ والله هي أكبر، أنا أشوفها أنها أكبر من الوقت ذا. وعموماً يعني يقولون في أبو تمام يسمونه شاعر الحوليات، لكل سنة يكتب قصيدة. خذوا لكم ظرف. يا الوقت كثرت مشاريه الخلايق عليك، ولا أنت مالك بهم ناقة ولا لك جمل. المانع. يا الوقت كثرت مشاريه الخلايق عليك، ولا انت مالك بهم ناقة ولا لك جمل، كبرت حمولك يا متني والعرب ترتجيك، وجاك الجمل هامته عليا بما هو حمل، اجمح بهذه وحاول ما تجي دون ذيك، والبس من الجوخ لا تلبس يا متني سمل. الله جميل، تشفع لك على المساء يمكن. هذه سم، تفضل. ما طلع معي شيء. ها؟ ما طلع معي شيء. شكرا. فعلا يعني كان المستوى الفني للشعراء باليوم الأول من المقابلات المئة كان أرقى، يعني فيهم ناس كانوا أكثر استجابة للأسئلة واستعداد لها، وقد أدوا الإجابات بشكل طيب، وطبعا وهذا يثلج الصدر. يعني إحنا يعني تقدر تقول إنه مشاعرنا هي عبارة عن ردود فعل لما نرى ولما نسمع. يعني إسراء عيسى كانت أول شاعرة تقف أمام اللجنة في تحدي اختبارات المئة القوي لهذا الموسم. كيف كان الأداء؟ سيرت ركبي للبعيد الخافي، ودروب ركبي ما تدين بدينا، كانت سنين اعجافها بعجافي، كان البلا من خطوتي بسنينه، امحى العمر والعمر ما هو كافي،
حتى يكفكف دمعة المسكينة. أمحى العمر والعمر ما هو كافي حتى يكفكف دمعة المسكينة. لو كان لي ظل جمعة طرافي، لو كان لي ظل، لو كان لي ظل جمعة طرافي عن كل حزن ما نسى شمسينا. الفيديو من ليالي السنين ومن زمان العثور، والرمال محزونة والفيافي وهن، أشرقت شمس حصن تملي الأرض نور، من كفوف الجزيرة من شعاع استكن، حصن قصر انتسامة فوق فوق شكل القصور، حصن طوق غمامة واحتضنها وطن، يا مكان جمعنا بالبحر والعطور، هذه الأرض جنة في صحايف زمن. ما علينا من كلام الحسود، دامنا بالحب متفاهمين. بيتين ثلاث دقائق، اكتبي اسمك على الورقة. ما علينا من كلام الحسود، دامنا بالحب متفاهمين. يا حبيبي غد يغصنا العنود، ظل وارف على مر السنين، يجمع عزومه ويجمع لك ردود، من قصايد تبي كل الحنين. في القصيدة الحرة عندك البيت الرابع أظن، يا حالها والمطر الجافي، اي عندك خلل واضح، يعني ناقص حرفين عن وزن عيدي البيت اللي قبله وعيدي. لو كان لي ظل جمعة أطرافي عن كل حزن ما نسى شمسينا، يا حالها هذا المطر متجافي. الحين اوكي كيف فكرت وش يا حالها والمطر متجافي كنت قال صح. يا انا شو قلت؟ يا حالها والمطر متجافي. والمره الاولى ما هو قبل الاولى، المره الاولى كررتيه ثلاث مرات. والحين شو تقولين الحين؟ لو كان لي ظل جمعة تطرا يا حالها هذا المطر متجافي الحين مضبوط في هيك الصح. يا كثر الخلايق مير فيهم يا قل الزين، ويا كثر اللي حبيت ومحبتهم انزاحت، يا كم ناس عاشت ما درت هالسعادة وين، ويا كم ناس ماتت وفي مقابرهم ارتاحت، تمر السنين التالية مثل رمشة عين حزينة كما ورق الحمامة اللي اناحت. المستحيل من الفضائل اللي سويه ولا الردي غير المخازي السوى، والليل ما كل الرجاجيل تسريه تهوز نفسه مار شكله تنوى، والله يا رجل الما ينومس عزاويه ودك على نار الجحيم تتشوى. الله 1761 تم اكتشاف الماء في دار البطولات، والشيخ قام وحط له الدار برجين وتعاونوا معه كبار القيادات، قصر بناها الشيخ ثم اسسه زين، مدهل لاهل الطيب واهل الحضارات، قصر الحصن درع المواطن من سنين، عساه عامر تحت حكمة الإمارات سلامتك. قصر الحصن من منجز الشيخ شخبوط، أول بداية في تراث الإمارات، والشيخ زايد طوره وأكمل الشوط، حاكم عطى للشعب أمن ومسرات، يستاهل التقدير والمجد والنصر على قدر كل الشعب والعمارات سلامتك. ثلاثة والله اللي يكذب خيبي يا أستاذ سلطان، ان ركبن عندي بيوت كثير بس استحيت لا اقول الا ما يرتقى للمقام الشيخ زايد وانا اجيب طاريه. تسلم. الله يسلمك. يقول يا ونت ونيتها بالمقابيش والناس غيري مسعدين الرقودي. البارحة والليل كله تناتيش، غزاني الهاجس وبيح سدودي، يا صاحبي ماني من أهل ماني من أهل العراميش، أنا مطيري من الديار السعودي سلامتكم. يقول يا ولت وليتها بالمغابيش والناس غيري مسعدين الرقودي، على النشامة مبعدين المطاريش، يا ليتني معهم تقفيت ذودي، أخير ماني بازين مع مخاريش، لا صرت معهم ما يجي نصفودي. الله الله. لو ندنا اللقمة ترى واجد العيش، ما غير نبغى خلاص انت كفيت.